طيب كلنا عارفين المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واللي هو مشروع قومي بيهدف لطبعا تطوير الريف المصري عشان تحسين الحياة للمواطن. مبادرة في الحقيقة هي متكاملة في أركانها، ولو بنتكلم على محافظة سوهاج تم الانتهاء من إنشاء 26 مشروع بقطاع الرياضة. زي ما قلت لكم هي مبادرة متكاملة، دي كانت المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة. المشروعات دي بتتضمن بناء وتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والمنشآت الرياضية. هنعرف تفاصيل اكتر معانا على الهاتف الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزاره الشباب والرياضه بسوهاج. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا مصر. اهلا بيك يا فندم. يعني حابين نعرف حضرتك توضح لينا ابرز ما بتستهدفه مبادره حياه كريمه بالمحافظه من اعمال في القطاع الرياضي، سواء من الابنيه او التطوير او رفع الكفاءه. احنا في الحقيقه شفنا صور للملاعب والمكتبات وحاجات كثيره قوي لمراكز الشباب، دي حاجة جميلة جدا. حابين حضرتك تعرفنا ايه الأهم ما تستهدفه المبادرة؟ صباح الخير يا فندم. مبادرة السيد رئيس الجمهورية طبعا حياة كريمة داخل قرى الريف المصري، كان لسوهاج ووزارة الشباب والرياضة عدد كبير من المشاريع، والمشاريع اللي تمت في خلال المرحلة الأولى يمكن هنقول ما تمتش في صعيد مصر من خلال عقود من الزمن. كان في تطوير مراكز الشباب داخل محافظه سوهاج لحوالي تقريبا 45 مركز شباب باجمالي 90 مشروع، بمعنى ان ممكن يكون في مركز شباب اكثر من مشروع، من بناء اسوار، من مباني اداريه، ما بين صيانه اعمال اداريه، ما بين ملاعب. الحمد لله رب العالمين، على مدار الفتره اللي فاتت تم الانتهاء من 38 مشروع مستلم داخل محافظة سوهاج. على أيام قليلة إن شاء الله هيتم الانتهاء من باقي المشاريع. نسبة التنفيذ في المشاريع المتبقية من ال 45 تقريبا فوق ال 90%. كان المشروع حياة كريمة داخل محافظة سوهاج بيتضمن 9 مراكز إدارية، بمعنى إن محافظة سوهاج سيادتك بتنقسم إلى 11 مركز إداري. المرحلة الأولى كانت في 11 في 7 مراكز إدارية، ما بين طمة وما بين المراغة وما بين ساقولكة وبين دار السلام وبين المنشاوي جرجا والبليانه. زي ما قلت لحضرتك من ضمنهم حافظ سوهاج بانشاء ثلاث مراكز شباب جديده، مركز شباب الفراشيه، مركز شباب ولاد سالم بحري، مركز شباب النويرات. دول مراكز شباب انشاء جديد في قرى محرومه واكثر فقرا، كانت محتاجه بجانب تطوير مراكز الشباب اللي تم تطويرها داخل القرى الريف المصري. عظيم. دكتور محمد، ايه الخدمات اللي بتقدمها هذه المراكز؟ طبعا الخدمات بيتم توفير المباني الاداريه والملاعب والصالات لتقديم الانشطه الثقافيه والرياضيه والفنيه داخل مراكز الشباب. اصبح مركز الشباب داخل القريه لا يقل امكانيات عن اي مركز شباب داخل المدينه. اصبحت مراكز شباب القرى حضرتك فيها امكانيات كبيره، ممكن الصور توضح لحضرتك. نقدر نقول نادي مصغر مثلا؟ نادي مصغر. هو حضرتك الانديه المصغره دلوقتي، الانديه بتاعت زمان كانت في انديه مشهره زمان في في في, في مبنى اداري او في اوضه او طبقا للائحه والقانون القديم. لكن مركز الشباب لا تقل مساحته عن 1500 متر، لازم يكون في ملعب، لازم يكون في مبنى اداري، لازم يكون في صالات متعدده في الانشطه، وبالتالي الامكانيات المتوفره في مراكز الشباب تكاد تكون اكبر من بعض الانديه الموجوده او قديمه. طيب يعني من ضمن الحاجات المهمة في مبادرة حياة كريمة هي خلينا نقول توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة. انتوا اوجه التعاون اللي بين حضراتكم في الشباب والرياضة وبين مبادرة حياة كريمة بالمحافظات لتنفيذ مشروعات الخطة في القطاع الرياضي ايه هي؟ حضرتك احنا اصبحت مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، بنقدم خدماتنا لجميع الوزارات المعنيه، بمعنى ان جميع انشطه وجميع مشروعات وزارات الاخرى، وزاره الصحه، وزاره التربيه والتعليم، بيتم بروتوكول بيننا وبينهم وعمل انشطه داخل مراكز الشباب بالمجان. وزاره الصحه بتقدم خدماتها وقوافلها الطبيه داخل مراكز الشباب بالمجان. مكاتب البريد المصري احيانا بتستغل مراكز الشباب لخدمه كبار السن والمسنين لتقديم المعاش الشهري ليها داخل مراكز الشباب. وزاره التضامن الاجتماعي حضرتك بيتم عمل انشطتها ومشاريعها داخل مراكز الشباب. قصور الثقافه بنستضيف كل انشطه قصور الثقافه، حاليا بنستضيف انشطه لتطوير قصر ثقافه سوهاج، وبالتالي تستضيف مراكز الشباب محافظه سوهاج انشطه وموظفي قصور الثقافه الخاصه بمحافظه سوهاج. اصبحت مراكز الشباب خدمة مجتمعية، أصبحت مركز الشباب بالشراكة مع جميع أوجه
الوزارات المعنيه ومؤسسات المجتمع المدني بالاخص تقدم جميع الانشطه، اصبح مركز الشباب مركز جذب لجميع الاسره المصريه بجميع فئاتها من الوالد والوالده، الاسره بالطفل والطفله، تقدم مراكز الشباب من خلال مشاريعها القوميه ومن خلال مشروعات وزاره الشباب والرياضه جميع الانشطه التي تهم والذي تفي بغرض الانشطه الخاصه بكل اسره مصريه. عظيم، وده يخلينا نسال حضرتك عن الاقبال، ردود افعال الناس والاقبال عامل ازاي؟ طبعا فرحه كبيره وحاجه كبيره وحاجه تسعد شعب سوهاج وشعب الصعيد الذي حرم كثيرا من الخدمات الموجوده. طبعا كلنا عارفين ان الصعيد كان محروم، ولكن ما اصبحش في حاجه اسمها محروم دلوقتي بعد مبادره السيد رئيس الجمهوريه. اصبحت مراكز الشباب شعله نشاط، اصبحت مراكز الشباب مركز خدمه، اصبحت مراكز الشباب مركز استقبال لتثقيف الشباب وزياده الوعي، ما اصبحت مركز الشباب مراكز تدريب للشباب والفتيات، اصبحت مراكز الشباب مشاريع تدريب للشباب والرياضه للشباب والفتيات، اصبحت مراكز الشباب مكان لاستقبال كل فئات المجتمع. وهو ده دورها اصلا يا دكتور محمد. بالظبط، يعني بتقوم بدور رياضي ودور كمان مجتمعي. طبعا من الاول لو قلنا اشهار مراكز الشباب من اجل تقديم الانشطه الرياضيه والثقافيه والفنيه والاجتماعيه والمجتمعيه، طبعا من خلال مشاركه، عاوز اقول لحضرتك مشاركه شباب القرى دلوقتي في وضع خطط مراكز الشباب، ايه اللي بيهتم بيه وايه اللي بيجذبهم لعمل دي نقطه برضه يا دكتور غايه في الاهميه، وده المبدا اللي ماشي عليه حياه كريمه في الاستعانه بالشباب وبافكار الشباب الجديده كمان في مساله التطوير اللي بتحدث من خلال او من خلال هذه المبادره في القرى اللي بيتم تنفيذ فيها هذه المبادره. بنشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا دكتور محمد فريد شوقي وكيل وزاره الشباب والرياضه بسوهاج.